التقشف أم النمو؟ الجدل يحتدم عبر أوروبا، فالأخبار السيئة لم تنتهي، وتدابير التقشف المؤلمة التي وافقت عليها البلدان للخروج من أزمة الدين العام عبر خفض النفقات العامة لم تعطي نتائجها، فإسبانيا تعرف من جديد نسبة بطالة قياسية، والأسبوع الماضي أقر البرلمان ميزانية تقشف صارمة لم تعرف مثيلها منذ السبعينيات، وذلك بفضل أصوات نواب الحزب الشعبي المحافظ. رئيس الوزراء ماريانو راخوي يعلل بالقول إن سياسة التقشف ليست سياسة أنجيلا ميركل، بل هي سياسة الاتحاد الأوروبي وسياسة اليورو. سياسات التقشف كانت الحل السحري حتى وقت قريب، لكن اليوم الشكوك تتزايد حول مدى فاعلية الحزم في الميزانية التي روجت له ألمانيا كسبيل وحيد للخروج من الأزمة. رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أعلن يوم الخميس أن النمو هو الأولوية بالنسبة للقادة الأوروبيين. حتى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ركب الموجة الجديدة، وماريو معروف بكونه تكنوقراط، تم تعيينه لوضع بعض الترتيب في الميزانية الإيطالية، دعا إلى توجيه الاقتصاد الأوروبي نحو النمو بالقول إن الإصلاحات البنيوية وتدابير تدعيم الميزانيات التي نحن بصددها لا تولد النمو، ما سيؤدي إلى الانكماش. Not creating growth. والنقاش انطلق عندما طلب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بعدم التوقف عند استراتيجية التقشف بل بتوسيعها، إذ حان الوقت للتفكير باتفاقية النمو. والتساؤل يطرح نفسه أيضا في المملكة المتحدة التي تعرف تراجعا في اقتصادها ونسبة بطالة قياسية. رئيس الوزراء يؤكد أن إعادة التوازن إلى الاقتصاد يحتاج إلى قطاع خاص أضخم والمزيد من الصادرات والمزيد من الاستثمارات، وأن حكومته ستتمسك بخطتها والإبقاء على معدلات الفوائد المنخفضة. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جهتها بقيت على موقفها ولم تتنازل عن الإبقاء على الحزم في الميزانية، وهذا ما سينقده المرشح الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولاند في حال كسب الانتخابات.